السلام عليكم يا حضرات، عايز اقول كام نصيحة لحضور لايف فيديوز على فيسبوك. احنا جزء كبير من شغلنا كان وهيكون ان احنا بنعمل لايف فيديوز على فيسبوك، الطلبة بيشاركوا فيها وبيتفرجوا عليها وبيتعلموا منها وبيتفاعلوا معانا واحنا بنتفاعل معاهم، وعندنا اختراعات كتيرة الفترة اللي جاية في الموضوع ده، حابة اقول لحضراتكم تفاصيلها ان شاء الله، بس بنجرب حاجات كتيرة جديدة ان شاء الله تكون مفيدة جدا. في مشكلة صغيرة بتواجه بعض الناس، إن لما بيتفرج على فيسبوك فيديو لايف بيحس إن الإنترنت عنده ضعيف، ويقول لك الفيديو بيوقف كل شوية، الفيديو بيقطع، مش قادر إن أنا أتفرج كل شوية يعمل لودينج ويبقى محتاس. فأنا هقول لك على كام نقطة كده بليز تعملهم وتاخد بالك منهم، والموضوع هيكون حلو جدا بالنسبة لك. تعال بس نقول إيه الحاجات اللي انفولفد في إنك تتفرج على الفيسبوك لايف فيديو. مبدئيا نقدر نقول إن في حاجتين أساسيتين في الإنترنت اللي حضرتك بتستعمله علشان خاطر يوصل لك الفيديو. اللايف فيديو ده فيديو مبعوث من السيرفرز بتاعت فيسبوك في أمريكا، والفيديو ده مبعوث بالإنترنت من أمريكا لغاية المكان اللي أنت فيه، تمام؟ الإنترنت عندك هو اللي هيخليك تستقبل الفيديو ده، يعني سرعة الإنترنت وجودة الإنترنت. الحاجة التانية هي هتكون الديفايس اللي حضرتك بتستعمله، الجهاز اللي حضرتك بتستعمله علشان تتفرج على الفيديو. الجهاز ده اللي بياخد الفيديو من الانترنت وبيطلعه لك على السكرين بتاعتك، اللي هو ممكن يكون اللابتوب، الكمبيوتر، الايفون، الايباد، التابلت، التليفون السامسونج جالكسي نوت 8، التليفون السامسونج اس 3، او التابلت اللي ملوش ماركه، او التليفون اللي ملوش ماركه، الجهاز اللي معاك. خلاص، حلو قوي. لما نيجي نتكلم على الانترنت نفسه في حاجتين لازم نتكلم عليهم. الحاجه الاولانيه الكونكشن الاساسيه اللي جايالك من الاي اس بي. اي اس بي اللي هو انترنت سيرفيس بروفايدر، يعني الانترنت اللي جايلك من الشركة، صح؟ مش في الشركة اللي انت مشترك معاها في الانترنت ده جايب لك سرعة معينة. حاول على قد ما تقدر يبقى عندك سرعة كبيرة، يبقى الاشتراك بتاعك اشتراك عالي في انترنت محترم. والانترنت يا اعزائي من الحاجات اللي مش المفروض توفر فيها ابدا، لان بيعتمد عليه جزء كبير جدا من تعليمك ومن شغلك ومن حاجات كتيرة جدا لكل أفراد العيلة، فلازم يبقى عندك إنترنت سريع في البيت. ما ينفعش دلوقتي في سنة 2019 أهو يبقى في حد عنده إنترنت بطيء في البيت. لازم بس تدرك حاجة صغيرة في حتة الكونكشن دي، إن الاشتراك اللي أنت هتشتركه حاجة والإنترنت الفعلي اللي هيجي لك حاجة تانية. يعني ما ينفعش تقول أنا هشترك في سرعة 4 ميجا بيتس بير سكند، وهي بيت مش بايت، أوكي؟ 4 ميجا بيتس بير سكند، لان 4 ميجا ده كويس قوي. ما ينفعش، انت هتشترك في 4 ميجا بيتس بير سكند، بس اللي هيجي لك فعلا 2 ميجا بيتس بير سكند، 1.5، 3 الا ربع، حاجه زي كده. فلازم دايما تشترك بزياده علشان في لوسز. انا شايف ان ال 8 ميجا بيتس بير سكند ده معقول جدا لغالبيه الحاجات. عارف ان في ناس ما عندهاش السرعه دي وشايفه ان ده كتير قوي، وفي ناس عندها ال 8 وعندها اكتر كمان 16 و32 and so on. ده الافريج الاوكي. المفروض ال 8 ميجا بيتس بير سكند دول يوصلوا لك انت لو عملت سبيد تيست داونلود على 6 تقريبا، اوكي؟ لو جاي لك 6 5 ميجا بيتس بير سكند ده كويس جدا بالنسبه للفيسبوك لايف فيديوز، يو شودنت هاف اني بروبلمز خالص، تمام؟ في حاجه اسمها ابلود مالناش دعوه بيها دلوقتي، انا دلوقتي بتفرج بتكلم على انك تتفرج على الفيديو مش انك انت ترسل فيديو. دي حاجه. دي بقى حضرتك تتحكم فيها بانك تعمل اشتراك محترم مع شركه محترمه، اوكي؟ او تعمل اكتر من اشتراك. ممكن تعمل واحد على الموبايل مثلا، شركة الموبايل اللي انت تبعها، والتاني مع الارض، يبقى عندك اشتراكين انترنت واحد يشيل التاني. المهم، الحاجة التانية بقى اللي انت ممكن تتحكم فيها هي الشيرينج بتاع الكونكشن. حضرتك بتتفرج على لايف فيسبوك فيديو، اللايف فيسبوك فيديو ده في الحصة بتاعت الاس اي تي انجلش بتاعت مستر كريم. الحصة دي مهمة، فيها كلام مهم لازم احضرها ولازم اكتب نوتس، ده درس، ده مدرسه، ده حاجه بتعلمها. ما ينفعش وانت بتعمل كده اخوك او اختك يبقوا بيتفرجوا على اليوتيوب، اوكي؟ ما ينفعش وانت بتعمل كده يكون كل الناس اللي في البيت بيستعملوا الانترنت في حاجات تانية. لازم حضرتك تظبط حالك ان هم يبقوا مدركين ان انت عندك دلوقتي درس وانك محتاج الانترنت كونكشن.
فعلى قد ما تقدر تخلي الأجهزة التانية اللي عندك في البيت تكون مطفية، ويفضل تكون مقفولة. يعني تليفون كده أنا حاطه على المكتب مش بستعمله، حاطه على المكتب وحش، اطفيه أحسن. أوكي، أعمله airplane mode أحسن، حتى لو هو مش شغال عليه حاجة بيعمل updates وبيعمل downloads وبينزل الإيميلز والحاجات دي كلها، فده بيأثر على الإنترنت بتاعك برضو. لما يكون عندك كذا جهاز في البيت بقى الموضوع بيفرق كتير. So وقت الحصة على قد ما تقدر، إلا لو حاجة ضرورية خلي الناس اللي معاك في البيت تقفل الأجهزة بتاعتها على قد ما يقدر، كأن حضرتك عندك درس في وسط البيت على ترابيزة السفرة. قاعد في وسط البيت على ترابيزة السفرة ومعاك التيتشر بتاعك. هل وانت قاعد في وسط بيتك على ترابيزة السفرة والمدرس قاعد معاك، كل الناس اللي معاك في البيت هيبقوا رايحين جايين وعمالين بيهزروا وبيتكلموا بصوت عالي وبيضحكوا ومشغلين تلفزيون عالي؟ لا، بيراعوا انك انت عندك درس. نفس الحاجة، قول لهم انا عندي دلوقتي الفيسبوك لايف ده درس، بليز نطفي الأجهزة اللي احنا مش محتاجين نستعملها. وابدأ بنفسك انك انت تطفي اي أجهزة عندك انت مش بتستعملها، وتقفل اي حاجة تانية عندك بتستعمل انترنت. example، انا دلوقتي هتفرج على الفيسبوك لايف فيديو بتاعي، اقفل اي حاجة تانية على تليفونك. اوكي، انت فاتح اي اب تاني انت فاتحه بيستهلك انترنت اطفيه، خلي الفيسبوك بس اللي مفتوح. لو عندك كمبيوتر بتاعك لابتوب محطوط وبيعمل داونلودز وبيعمل ابديتس وبتاع، طفيه خالص، يبقى اطفي انت اجهزتك الاول. تمام، ده كده هيصلح لك موضوع الانترنت كتير جدا regardless of السرعه اللي عند حضرتك. تعال بقى نتكلم على الديفايس، الجهاز بتاعك. الجهاز بتاعك فيه حاجتين، في هاردوير خلاص، ودي يعني دي بتاع الغريبه دي، وفي عندك السوفت وير. الهاردوير هو الجهاز نفسه، الديفايس نفسه، ودي طبعا مش محتاجه يعني اختراع. كل ما كان الجهاز اللي انت بتستعمله جهاز اجدد وجهاز احسن، كل ما الكواليتي بتاعه اللايف فيديو اللي انت هتتفرج عليها هتكون احسن. فلو انت معاك مثلا تليفون جالكسي نوت 9، معاك مثلا ايفون اكس، معاك ايفون 8، معاك ايفون 7 حتى، معاك جالكسي اس 7 اس 8، اوكي، معاك جهاز الى حد ما جديد وحلو، هتقدر تتفرج على الفيديو كويس. انما لو معاك جهاز قديم بقاله 4 5 6 سنين، عليه حاجات كتيره قوي، الميموري بتاعه مليان جدا، بطيء عامه في اي حاجه بتفتحها عليه، طبيعي ان الفيسبوك لايف فيديو كل شويه يعلق ويقف and so on. فانت محتاج جهاز الهاردوير بتاعه as new او as good as possible. يعني للطلبة اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي، دي حجة كويسة جدا ان لما يكون عندك حصة معايا لايف انك تطلب من مامتك او باباك يسلفوك جهاز الايباد الجديد اللي هم لسه جايبينه، او الايفون اكس اس الجديد اللي هم لسه جايبينه، او حاجة كده عشان تحضر عليه الحصة، لان انت يا حرام الجهاز بتاعك قديم، فتبقى حجة حلوة انك انت تلعب بيه شوية. تمام، بس ما تقولهمش. اوكي، ايه بقى السوفت وير؟ السوفت وير بتاعك اول حاجة تتأكد منها ان الاب اللي عندك updated وان السوفتوير بتاعك updated. خلاص، غالبية الناس بيجي لها على الاندرويد او على الاي او اس الايفون او الايباد او كده، او على جهاز الكمبيوتر سواء عندك ويندوز او عندك ماك، بيجي لهم كل شوية updates، يقول لك في update جديد، نزل الابديت الجديد، install الابديت، فانت تروح مطنش. لا، install الابديتس، خلي جهازك دايما updated، لان الاب بتاع فيسبوك مثلا لو شغال على جهاز السوفت وير بتاعه قديم غالبا مش هيشتغل كويس. على طول عايز انت يبقى عندك احسن واجدد سوفت وير، فاي ابديت عندك في الجهاز اللي هتستعمله اعمل له ابديت، خلي دايما عندك اخر فيرجن من السوفت وير، او على الاقل الفيرجن اللي قبل الاخيره. فمثلا يعني لو عندنا ابديت اسمه ابديت رقم 15 نزل النهارده، اتاكد ان جهازك يا اما عليه 15 اللي هو لسه نازل ده، او عليه 14 اللي هو كان من شهرين ثلاثه، بس بلاش يبقى السوفت وير اللي عندك قديم قوي. ويا رب تكونوا فاهمين الحته دي، انا بنعملها فيديو لوحدها. تمام، الحاجه الثانيه بقى في موضوع السوفت وير بتاعك، ان في الابديت تاني مش بس ابديت للسوفت وير بتاع الجهاز، ابديت للفيسبوك اب. لو فتحت الاب ستور عندك على ابل او فتحت الجوجل بلاي، هتلاقي عندك حته فيها الابس بتاعتك، كل اب منهم بيجي له ابديتس كل فتره. لو انت مش عامل اوتوماتيك ابديتس لازم تدوس على كلمه ابديت، اتاكد ان الفيسبوك اب بتاعك معمول له ابديت، لان كل ما فيسبوك بتعمل ابديت جديد بتحسن الكواليتي بتاع الفيديو اللي انت بتتفرج عليه، وبيمنع الفيرجنز القديمه انها تشتغل كويس عشان الناس تعمل ابديت، واخد بالك؟ فانت لو عندك فيرجن قديمه من الاب بتاع فيسبوك، الفيديو ممكن يكون بايظ بالنسبه لك، عشان هو بيقول لك يعني لو سمحت اعمل ابديت. فبليز ميك شور ان الاب بتاع فيسبوك
معمول له ابديت، تمام؟ لو انت هتتفرج على الحصه لايف على كمبيوتر على اللابتوب فالابديت بيكون اوريدي اوتوماتيك فيه، يعني ما ينفعش تعمل انت ابديت لفيسبوك، هو بيابديت الويب سايت اوتوماتيكلي، اوكي؟ وفي الحاله دي برضو جرب كذا براوزر مختلف. دي نوت معلش صغيره، اللي هيتوه مني هنا يرجع لي في الحته اللي فيه هنا نقطه مهمه جايه. ها لو انت بتتفرج على الحصه اللايف دي على جهاز الكمبيوتر بتاعك، ماشي، على ويندوز او على ماك او whatever، ميك شور ان حضرتك بتستخدم كذا براوزر. يعني جرب مره تحضرها على جوجل كروم، جرب مره على فايرفوكس، جرب مره على انترنت اكسبلورر او مايكروسوفت ايدج، لو ما كذا براوزر المشهورين، سفاري مثلا لو انت عندك ابل او عندك ماك. يعني دول كل واحد فيهم ممكن يطلع اللايف فيديو بطريقه مختلفه، فجربهم هتلاقي في واحد فيهم بيشتغل معاك كويس، هو ده اللي تفتكر تشتغل بيه على طول بعد كده. طب نرجع بقى تاني النقطه التانيه بقى في حته السوفت وير دي، ان حضرتك مهم قوي انك تكلوز الاذر ابس اللي موجوده عندك على التليفون او التابلت في وقت حضور الحصه. يعني لما تيجي تدوس على الزرار اللي بيطلع لك بقيه الابس، فمثلا عندك سامسونج بتدوس على البتاع اللي على الشمال تحت دي، لو عندك ايفون او عندك حاجه اي او اس زي الايباد مثلا بتدوس على الهوم بتن مرتين، يعني على حسب الفيرجن اللي عندك هيطلع لك كل الابس المفتوحه، قفلهم، عارف لما تزقهم كده تطلعهم، اقفلهم كلهم، خلي بس الفيسبوك هو اللي شغال. ده هيفرق معاك كتير، خاصه لو جهازك مش جهاز جديد قوي او جهاز حلو قوي، تمام؟ حلو قوي قوي. حاجه بقى اخيره، انا عندي خبره كبيره في موضوع الالكترونكس والكمبيوترز والموضوع ده يعني، ويمكن انتوا تكونوا حاسين بالموضوع ده، انا شغلي كله بالتكنولوجي من زمان، اوكي؟ فانا عندي خبره شويه في الحته دي، ومع الخبره اللي عندي ومع الخبره اللي مع احسن ناس في الدنيا والمهندسين العظماء الخبراء في كل حاجات الانترنت والتكنولوجي والكمبيوتر والكلام ده كله، في سر عاده بيصلح كل المشاكل محدش يعرف السبب بتاعه، وهو سر الريستارت. اوكي، سر الريستارت ده ببساطه ان حضرتك قبل ما تبتدي الحصه اللايف وتتفرج على الفيديو اللي هو المهم بالنسبه لك، اعمل ريستارت للراوتر. انا بقيت عامل زي بتوع خدمه العملاء، اعمل ريستارت للراوتر بتاعك، اوكي، اعمل ريستارت للكمبيوتر او التليفون او الجهاز بتاعك، اطفيه خالص واعمل له ريستارت، افتحه تاني من اول وجديد، اقفل كل الابس التانيه وافتح فيسبوك من الاول وادخل على الحصه اللايف. غالبا ده بيصلح شويه باجز، مشاكل بتكون موجوده في السوفت وير، فما بيبقاش في مشكله كبيره عندك في الكلاس. حاجه اخيره عايز اقولها، فيسبوك لايف فيديو في حصه بنشرح فيها اسيتي، ده اساسي في حياتك، ده مش دلع. لازم تتصرف، يبقى عندك انترنت سريع، يبقى عندك جهاز مناسب تبقى بتستعمله بجد. الاجهزه يا شباب اللي موجوده في العالم كله، والتكنولوجي اللي موجود، والانترنت اللي موجود، وفيسبوك اللي موجود، ويوتيوب اللي موجود، مش موجودين علشان نتفرج على صور قطط وكلاب وفيديوز بتضحك ونعمل شيرنج لصورنا ونعمل لايك لناس حاطه صور بتاعت فانوس وتورته وكيكه ونقول هابي بيرثدي لبعض. ده مش مهم، دي حاجات تافهه كلها. العالم ده كله بتاع الانترنت وفيسبوك ويوتيوب ده يستخدم استخدام كويس جدا في التعليم، في التعلم، في الشغل، في البيزنس. دي حاجات تخليك تبقى متعلم احسن تعليم في الدنيا، وتخليك تبقى بيزنس مان وبيزنس وومن غني جدا وناجح جدا، وتوصل رسالتك مهما كانت رسالتك للعالم كله. اتس حاجه فيري امبورتنت، ما ينفعش يكون استخدامك ليها استخدام فن كده وتافه وخلاص. نو الحياه دلوقتي مبنيه على الانترنت ومبنيه على البلاتفورمز دول. لازم يبقى عندك انترنت سريع، ويبقى عندك جهاز سريع، وتبقى بتعرف ازاي تشغل الحاجات دي. ما ينفعش تاني المبدا بتاعنا بتاع المصريين بتاع العرب اللي هو مبدا ايه، مصر الانترنت وحش، انا مش هتفرج على، انا ما بعرفش اتفرج على، الانترنت عندنا وحش. ما ينفعش الحجه دي، ما تنفعش، لازم تعمل حاجه فيها. اوكي، اليوتيوب يا شباب، كم واحد فيكم بيتفرج على اليوتيوب؟ كتير جدا. بتتفرجوا على ايه؟ افلام، مسلسلات، فيديوز فاني، جيمز. اليوتيوب ده فيه ايه؟ فيه اعظم علماء واعظم كتاب واعظم ادباء واعظم ساينتستس في كل المجالات عاملين فيديوز بالساعات بيشرحوا فيها مواضيع في غايه الاهميه. حضرتك عندك التشانس انك وانت قاعد في بيتك، ليتس سي مثلا في جده، ولا قاعد في بيتك في اسكندريه، ولا قاعد في بيتك في 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 اسيوط، انك تفتح اليوتيوب وتتفرج على محاضرات
أعظم واحد في الفيزيكس في جامعة MIT أو جامعة هارفارد، وتتعلم الفيزيكس من أشطر عالم في الدنيا في أكبر وأغلى جامعة في أمريكا، وأنت قاعد في بيتك من على اليوتيوب. أوكي، ما ينفعش تبقى حجتك بعد كده أصل الإنترنت بيقطع، أصل الإنترنت عندنا ضعيف. حرام، أنت كده بتضر نفسك ضرر كبير جدا في تعليمك وفي شغلك وفي كل حاجة. الدنيا ماشية بطريقة وأنت ماشي بطريقة تانية، فبليز ابدأ إنك تصلح موضوع الإنترنت ده، وابدأ إنك أنت تعرف تتفرج على الفيسبوك لايف فيديوز بتاعتي اللي أنا هشرح لك فيها حاجات تفيدك في الأس أي تي، كخطوة أولى إنك تعتمد على الإنترنت ده في تعليمك وبعد كده في شغلك، لأن الموضوع كبير جدا 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 جدا. آسف إن أنا زهقتكم وطولت عليكم، لو عجبكم الكلام اللي احنا قلناه ده قولوا لي أي حاجة شجعوني بيه، ولو عندكم أي اقتراحات تانية غير اللي أنا قلته هنا let me know في الكومنتس. I'll see you soon إن شاء الله.